I'm inviting Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain. سيد الرئيس، أنشئت آلية المراجعة الدورية الشاملة الـ UPR حتى تقوم الدول والحكومات الشرعية بمراجعة سياساتها تجاه شعبها في سعيها لتطوير أوضاع حقوق الإنسان. أما بالنسبة لهذا الوفد ولهذه الحكومة فالأمور تسير بالعكس. فعندما تقرأ التقرير الرسمي المقدم للمجلس تحس للحظة واحدة بأنك أمام دولة تحترم فيها حقوق الإنسان وتسود فيها دولة القانون وتقام فيها انتخابات حرة نزيهة، لكن الواقع على الأرض في البحرين هو شيء مغاير ويعكس حالة الدكتاتورية وتسلط القبيلة الواحدة على جميع مفاصل الدولة، حيث السجون مليئة بأصوات حرة وقامات وطنية تقضي ما يقارب أكثر من 12 عاما في السجن لأنها طالبت بإقامة الديمقراطية ودولة القانون، ومنهم الأستاذ حسن مشامع، الأستاذ عبد الوهاب حسين، الدكتور عبد الجليل السنقيس، الأستاذ عبد الهادي الخواجة، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ علي سلمان، الشيخ عبد الهادي المخوضر وغيرهم. لقد لفت انتباهي ادعاء الحكومة الخليفية بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، حتى الوزراء والمسؤولين الحكوميين. إذا سؤالي لهم، متى ستعتقلون من أمر باعتقاء هؤلاء القادة الوطنيين، أمر بتعذيبهم، أمر بمنع العلاج عنهم، أمر بإهانة حقوقهم الإنسانية بشكل ممنهج، كرس الطائفية والتجنيس السياسي في البلاد، طبع مع المحتل الإسرائيلي، أمر بإعدام شباب في عمر الزهور، أمر بهدم والتعدي على مقدسات الإسلام، أمر بدخول قوات أجنبية بالبلاد والاعتداء على المواطنين، أمر بانتهاك حرمة النساء والتعدي على شرفهن في سجونه، أمر بقمع حرية التعبير، أمر بسحب جنسيات المواطنين، نشر الفساد والمحسوبية، نشر سياسة الإفلات من العقاب، قاد من أكثر الحقب قمعا في تاريخ البحرين. متى سيتم اعتقاله وتقديمه للعدالة التي طالما حرم شعب البحرين منها؟ متى سيتم اعتقال حمد بن عيسى آل خليفة وتقديمه للعدالة حسب ما تدعون بأنه لا يوجد أحد فوق القانون؟ شكرا سيد الرئيس. Thank you.